يمكن الحماسة برضه عندنا موجودة لأنه في إرادة سياسية للإصلاح وإرادة جادة للإصلاح. كلنا عارفين مشاكل كتير جدا، وإحنا نحب نسمع برضه المشاكل، لكن من أهم الحاجات اللي تمت يمكن في ملفات الإصلاح نعتبر إن دي أول حكومة واجهت الدعم بمشاكله، واجهت الدعم مواجهة جادة، لأن دي أول مراحل الإصلاح في مصر، إن إحنا بعرفين نبدأ منين ونصلح منين. بعض الحاجات حضراتكم اللي تمت يمكن ان شاء الله في القريب يعني جدا زي ما نقوله القانون المنتج المحلي، وده كان قانون من من التسعينات يعني مش عارف 96 ولا حاجة، ولا يفعل بالصورة المطلوبة. فالحكومة برضو للجدية اللي فيها خدت على عاتقها، وان شاء الله هصدر قانون بتفعيل ده بيشجع الاستثمارات زيادة جدا في الدولة. قانون التعدين وهو عندنا مشاكل كتير جدا فيه، حكومة واجهته بكل جدية. طبعا الاستثمار وموضوع الشباك الواحد اتكلمنا فيه كتيرا، لكن كان لنا حوار النهاردة مع وزير الاستثمار، وفعلا هيتم ان شاء الله الشباك الواحد عشان ما ندوخش المستثمر سواء مصري او غيره يعني احنا او عربي. ده احنا بنتكلم عليه، كل دي مشاكل احنا الحكومة بتواجهها واحنا ما بنسكتش. يعني اللي انا عايز اقول لحضراتكم فعلا ما بنسكتش، والحكومه صدرها رحب بتسمع، لانه لما كنا نصلح دلوقتي يمكن الفرصه تبقى صعبه. التكاتف اللي موجود على راس الدول طبعا الدوله السعوديه ويليها الامارات والكويت ودول الاخرى، ما كانش الوقفه دي كلنا واقفين دلوقتي ونصلح احنا كمان من داخلنا مش هتبقى النتيجه اللي احنا عايزينها. كان ليها برضو يعني حديث يمكن مع الدكتور عبد الرحمن الزامل على المناطق الصناعية للصناعات الصغيرة متناهية الصغر، وده يمكن أول اتجاه أو في يعني من المرات الوحيدة اللي الحكومة بدأت تنظر إزاي تنشر الصناعة أفقيا على مستوى الجمهورية، إزاي برضو إنه التنمية أو النمو يصل للمواطن المصري، يحس إن فعلا في مشروعات اتعملت له، في مشروعات هو يحس بيها هو يقدر ينمو فيها. يمكن برضو في قانون ان شاء الله حضراتكم هيصدر قبل مؤتمر، وهو دايما بيتقال الخروج الامن، او كان عندنا مشكله في قانون الافلاس، هو انا لو دخلت مصر اعرف اطلع لو عايز ولا يعني خلاص بقت جوازه ابديه. يعني طبعا ان شاء الله ربطه بجوازه ابديه في الخير، لكن بنقول ده بيدي ارتياح للخروج يعني او للاستثمار نفسه ان شاء الله. اهلا بيكم، انا مش عايز اطيل، ونحب ان احنا نسمع في اي وقت تعليقات سيادتكم في اي حاجه، لان كل ان شاء الله اصلاح. ننتهز بقى حماس الحكومه انها عايزه تصلح حاجات كتيره قوي قبل مؤتمر الاستثمار، نستغل بقى الفتره دي ان شاء الله ده من الاصلاح. شكرا لكم.